من تيزي وزو، واش تقول لنا تعليقك المباراة اليوم؟ المباراة كانت صعبة، خاصة ليكيب ديال جياسكا اللي راهي تلعب على تفادي السقوط، دونك حنا ما كانش لينا ساهل. جياسكا راهي تلعب قدام الشعب تاعها افيك اون ضغط كبير راهو عليها، نونا سي بروفيتينا من هاد لوكازيون. الحمد لله هنا جبنا نقطة اللي تسمح لنا باش نكملوا في السباق في المقدمات. كيفاش لقيت اليوم المنافس تاعكم اليوم شباب القبائل الذي كان مضطر باش الفوز؟ المنافس حسينا باللي الضغط راه كبير عليه بارابور لا كونديسيون تاعو بارابور للشعب، بس لا جياسكا ني ميريت با تلعب على لا ريليغاسيون. مي بون الحمد لله داروهم ثاني مقابله، ولا داروا مقابله مقبوله خاصه في الشوط الاول، جاتهم فرص ما قدروش يسجلوها. المباراه كانت ايكيليبري دي دو كوتي، دونك البارطاج دي بوان سي ايكيتابل. المقابله المقبله امام شباب باتنا، هل تشوف انها فرصه لتجديد الانتصارات ومواصله على هذا مباراه صعيبه؟ شباب باتنا ثاني راهم يلعبوا على تفادي السقوط، راهم محتمين يجوا للبلوغين باش يقوموا بنتيجه. حنا ان شاء الله المباراه تلعب في الملعب تاعنا قدام الجمهور تاعنا، دونك ما عندنا ما اون با دروا لي شاك، ان شاء الله لي 3 بوين يكونوا مناسبين ان شاء الله. الانصار الاتحاد مازالهم خلف الفريق وتنقلوا لهم بقوه الى تيزي وزو، واش تقول لهم انت من هذا المنبر يعني؟ نشكروهم على الانصار اللي تنقلوا اليوم، نشكروهم وكوري فوا صار الاتحاد العاصمه دائما مو الفريق تاعهم.